انت ما ينفعش تنزلي لها. انا الايام اللي فاتت فعلا انا اكتشفت ان في فيديو لي، والله اول مره اشوفه، ان في فيديو لمرتضى منصور بيقول فيه باللفظ، هو يقدر يطلع ينفي، هو شاطر في النفي والحاجات دي، يطلع ينفي الكلام ده، والفيديو موجود على اليوتيوب. لقيته بيقول ان الاخوان فصيل وطني، فانا اتخضيت لما اتفرجت بقيت على بقيه الفيديو، اتخضيت اكتر. بيقول ان الاخوان فصيل وطني، قاوم كتير ضد الانجليز. لا يا مرتضى، لا يا مرتضى باشا، لا يا سي مرتضى، عمر الاخوان في تاريخهم ما كانوا فصيل وطني، وعمرهم ما قاموا ضد الانجليز. انت بس متعاطف مع الاخوان وليك ميول اخوانيه، وانا ما كنتش اعرف كده. بس انا لما اكتشفت ان هو قال الكلام ده، اكتشفت اخيرا وبعد كام سنه هو ليه كان بينقدني، هو ليه كان بيشتمني، هو ليه كان بيأذيني، هو ليه حاول يحبسني. كل ده انا اكتشفته مؤخرا لما شفت الفيديو بتاعه. هو كان الفيديو بتاعه موجود، والاخوان فصيل وطني، والرئيس مرسي، سيبوا الرئيس مرسي يشتغل. مرتضى هو مرسي كان عمره رئيس؟ انت ما بتطلع في البرامج دلوقتي كلها اي حد بيجيب سيره الاخوان، دول مش وطنيين، دول خاينين، دول عمرهم عمره مرسي ما كان رئيس. ما حدش يقول لي على مرسي رئيس، انت بلسانك اللي قلت ايام مرسي مرسي رئيس، وده يعتبر نفاق وكذب. وقلت كل شويه تنزلوا انت كنت متضايق من المظاهرات اللي بتنزل ضد مرسي، بتقول سيبوا الرئيس مرسي يشتغل. الرئيس ده عليك انت وعلى الاخوان، مش علينا احنا كمصريين. انا كنت اجدع منك، كنت ارجل منك ايام الاخوان، لما طلعت قومتهم وهاجمتهم، وده اللي زعلك وخلاك ان انت تبهدلني البهدله دي. وانا زعلانه جدا جدا، وبتندم ان انا وهو اتصالحنا، ولو ترجع الايام ما نتصالحش تاني، وان شاء الله تحبس واخد اعدام فيها. انا زعلت واتندمت ان انا اعتذرت، لان انا اكتشفت ان هو ليه ميول اخوانيه، وكان متعاطف مع الاخوان وحبيب الاخوان، وبيقول في نفس الفيديو ان مرسي ان بديع والشاطر مظلومين. بديع والشاطر عمرهم ما اتحبسوا ظلم، لا في ايام مبارك ولا في ايام السيسي، ولا ان شاء الله الايام الجايه ما يفضلوا محبوسين، عمرهم ما اتحبسوا ظلم. فانا احب اقول لك بطل تعمل، مهما تعمل قضايا ضدي وتبعت ناس من عندك، تسلط ناس من عندك يروحوا يعملوا ليا محاضر، الحمد لله كلها بتتحفظ. كل شهرين تبعت حد يعمل محضر. انا عارف دلوقتي انت متضايق مني ليه، عشان انا كنت ضد الاخوان وانت كنت مع الاخوان وحبيبهم، وده باين جدا. فانا احب اقول لك ان ربنا موجود، وحقي هيجي منك ثالث ومثلث ان شاء الله، اجلا عم اجلا ان شاء الله. يا مرتضى يا منصور، حقي وحق الشهداء اللي دمهم سال بسبب ان انت كنت واحد من ضمن الناس اللي بتطبل للاخوان، او بتعاطفه مع الاخوان، او ليها ميول اخوانيه. انت لك فيديو بيقول كده، انت كنت سبب كل الناس اللي وقفت مع الاخوان وقالت كلمه كويسه على الاخوان، هم السبب في الدم اللي بيسيل لحد دلوقتي في البلد، وانت واحد من ضمن الناس دي.